هلو تريدرز، اليوم رح نحكي شوي عن الابليكيشن اللي بتنزل على السيلفون الام تي 4. شو حسناتها وشو سيئاتها؟ اول شيء اتس فيري يوسفول ابليكيشن وفيري ايزي تو يوز، كثير هيني نستعملها. فينا نزيد ونحط هون مثل ما شايفين هاي لابير، اوكي بنستعمله شيرز بوندز انديسيز، هاي لا شيء جولد سيلفر شو مانا، يعني كل شيء بقى في موجود على الام تي 4 عندنا على البي سي المقدم لنا اياه اكيد حسب البروكر. فينا نشوفه هون. كمان نفس الشيء عندنا، فينا نفتح حيلا تايم فريم، يعني من ال 1 مينت لل مانثلي تشارت. اوكي منشوف هوني بسرعة دغري فينا ننقل. وفينا ناخد اوردر، كمان نحط الستوب لوس ويل تيك بروفيت، وفينا ننقي قد ايه اللوت سايز تبعنا. اوكي هلا اكيد فينا نشوف كمان النيوز، ونشوف فينا نشوف الاوبن تريدز عنا والبالانس تبعنا. بالنسبة لإلي هيدي الابليكيشن منيحة كرمال وقت يكون واحد برات المكتب او برات بيته، يعني مش قدام البي سي، في شوف شوي الماركت كيف عم تشتغل، كيف عم تطلع، كيف عم تنزل، في يطمن شوي على التريدز تبعه. بس برأيي أنا مش خرج تاخد علي بوزيشنز، يعني تبني علي السيت اب اللي بدك تعمله، لأنه على البي سي يعني التشارتس أكيد واضحين أكتر أكبر، في عندك السكرين كبير، فيك تاخد وايدر فيو وتشوف كل الكاندلز قدامك وتفتح كذا تشارت بنفس الوقت، تشوف كيف الماركت عم تشتغل. فيك يعني تكون كمان إذا منا يعني بنسمع النيوز وفي عنا كذا سكرين عم نشوف كذا تشارت قدامنا، يعني اكيد عنا ادفانتج اكتر. وبنفس الوقت كمان وقت نكون بالسيارة او مع اصحابنا، يعني مش حلو الواحد يكون عم يعمل تريدينج لانه ما بيكون فوكست على التريد تبعه، ومعقول ياخد ديسيجنز خطأ. كمان يعني بحياة التريدر الاجتماعية، إذا كل الوقت بالك بالتريد وكل الوقت عم بتفكر بالماركت، ما رح يكون عندك الوقت إنه تكون مع أصحابك أو مع حبيبتك أو مرتك أو حيالله حدا، يعني أكيد فرح ينزعجوا من هذا الشيء أكيد يعني. فمن هيك بنصح أنا يكون عندكم وقت للتريدينج، وقت للعائلة وللأصحاب، أحلى ما التريدينج تأثرت على حياتكم سلبا، يعني يعني تكون التريدينج بالنسبة لإلكم مثل حيالله جوب. أوكي في وقت لإلها وفي وقت لحياتكم الشخصية. كمان مثل ما بنعرف يعني كل إنسان إذا كان بتريد وعم بيخسر فيها، في احتمال كبير انه يكون مزاجه مش رايق معصب، وهيدا الشعور معقول كتير يأثر على الناس اللي حواليه. فمن هيك بنصحكم تجربوا تعملوا زيح بين التريدينج، يعني تفصلوا بين التريدينج وبين حياتكم الشخصية. هيدا رأيي بالنسبة للتريدينج على السيلفون. بتمنى انه كل التريدز تاخدون بطريقة علمية، يعني تفكروا انتو بالتريد تعتبروها كجوب، يعني كالسيت اب يكون مدروس، ما مش كجامبلينج مش كقمار.
وغير هيك بقلكن نتمنى تكون هالجمعة كانت مربحة بالنسبة لإلكن، وتريد سيف، باي.